اللي هو الطقم اللي هو فوق دوت اللي فوق خالص. اللي فوق خالص ده طقم شاي جاتو 24 قطعة. ماشي. ده بيعمل 1250 اللي هو ده. 1250 اللي هو ده. الاثنين اللي هم الاثنين اللي جنب بعض دول الواحد ب 1250. ماشي. هنيجي لدول ودول. ادي 1 2 3 4 دول سعر واحد. دول 1300. 1300 الاربعه دول. اللي هو فيهم الفصوص اللي هي الذهبي. دي طقمه صيني دي ولا ايه دي؟ طقمة شاي 24 قطعة. او بيقول عليهم طقم الجاتو. طقم الجاتو. ماشي؟ ماشي. تنزلي هنا بقى كده. ده طقم توابل. ده طقم توابل. ماشي؟ اللي هو الاولاني ده بحامل بتاعه خشب 13 قطعة بيعمل 480. ايوه. اللي بعديه طقم توابل. سبع قطع بحامل ستاند ستانلس اللي هم الشكلين دول ب 450. ده 480 الاولاني وده ب 450 اللي هو الشكلين الشكل ده والشكل ده. ماشي. بعد كده في طقم توابل. طب احنا عايزين بعد طقم التوابل ده نشوف اللي هي الطقمه الصينيه. خلاص احنا كده مش عايزين نشوف حاجات اللي هي الصغيره. ماشي. الطقمه الصيني بيبدا الطقمه الصيني من في 95 قطعه العادي خالص بيعمل 1100. يعني ايه بقى شاور لي عليه؟ لا ده مش هنا. ده مش معروض اللي هو العادي. العادي. في بقى طقمة الصين اللي زي دي. ايوه. ده 61 قطعة بيعمل 3400. ده ب 3400. ده 61 قطعة. وفي اللي هو زي ده اللي هو 126 قطعة ده الفلات وفي منه الاس وفي منه المربع ماشي 6700. 6700 وفي اللي هو الطاووس اللي هو ده ماشي ده بيعمل 8200. في بقى 5 ال 60 قطعه اللي هو زي ده كده في النقشة بتاعته زي دي. ايوه. وفي اللي هو زي دي النقشة دي وفي اللي هو الفضي بتاعه زي كده. الثلاثة دول في منهم اس وفي منهم مربع بيعمل 1900 جنيه 60 قطعة مربع واس. كل ده مستورد مش مصر. كل الصين اللي موجود عندنا مستورد مفيش منه مصر. ماشي. وفي قطن صيني برضو نفس ده كده واخد شكلين شكلين. ايوه. اللي هو ده كده ده 60 قطعة بيعمل 3200. 3200. في حاجه زي كده واخد الذهبي من فوق بتاعه ده بيعمل 4300. 4300. 131. ماشي. كده نشوف الاول اللي هو اللي فوق ده. ده تسع قطع بيعمل 900 جنيه. ماشي. في منه ال 10 تعالي وفي منه ال 12 يعني في الاعداد بتاعته 10 التسعة اربع حلل عشان يبقى واخد بالك اربع حلل وجريل. ال 10 ده بيعمل 900. ده 900. ده 900 اللي هو ده. ال 10 قطع بتاعه بيعمل 1100. ال 10 ال 12 1200 يعني بيزيدوا 100 جنيه 900 1100 1200 اللي هو ال 12 ال 10 عباره عن اربع حلل وصينيه مدوره وجريل. ال 12 اربع حلل وصينيه مدوره وجريل ولبانه لبانه وفي منهم اربع خمس اشكال الاشكال بتاعتهم حسب الزبون ما بيعوز الاشكال بتاعته في الاسود في النبيتي في الموف في الرود وفي اللون الجديد ده اللي هو اللي عامل زي الجنزاري لبني او جنزاري. تمام. دي بالنسبه للقطن. وفي قطن مستلس بقى القطن المستلس 2400 2400 ده حلل كبيرة بتاعته مقاسات في السادة بتاعته من 2400. ماشي. ماشي. جرانيت مربعة 5 مللي ده 4 مللي الأولاني الأولاني ده 4 مللي ده 5 مللي ده 9 قطع بيعمل 1500 جنيه بس ده حاجة أعلى من ده كخامة وكملي بتاعه يعني ده أعلى من ده. ده أعلى. تمام. ده أعلى من ده. ماشي. تمام. في حاجات في الساده في منه مربع وفي منه مسمن
ده سادة من غير نقشة، في منه بنقشة، وفي اللي هو الألوان اللي هو زي ده. تمام ماشي. هي من 1300. تمام. والمنقوش بتاعه ب 1500 وده ب 1300. تمام. انا ليا صفحه برضه بعمل الحاجات، فهي لو كده ممكن ايه ابعت لها الحاجات اول باول، اللي تبقى في حاجات دي تدخل في حاجات تانيه. طب يا ريت. في معلقة صور ال ده الأركوبيل يا جماعة. ده اللي احنا بنصوره لكم يا جماعة، ده القطقط الجمال.